بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. درس اليوم وهو la préparation de médicaments, التحضير الدواء، وهذا الدواء وهي الانجكسيون الحقنة. اليوم نفترض باللي يجينا مريض ويجيب معاه une ordonnance، يجي معاه وصفة طبية ويجيب معاه الدواء تاع الوصفة الطبية باش نعدلو الحقنة. اون سوبوزون نفترضو بلي جاب لينا لاموكسيلين 1 غرام، جاب لينا لو سولفون الماء تاعها، رايحين نحضرو لانجيكسيون هادية. كيفاش نحضروها؟ أول شيء، أول حاجة رايحين نفيريفو الوصفة الطبية كما قلناها المرة اللي فات. اون فوا فيريفي النقمة والاسم نتاعو والاج والميديكامون هذا ولا دوز ولا فوا صادير نعدوها انترافيسكولار ولا انترافينوز ولا ونفيريفو لو ميديكامون هذا، نشوفو لا دات دو كونوبسيون نتاعو، اسك فات عليه ميت مش ميت الدواء هذا، اسك لو ميديكامون اكزاكت كيما اللي مكتوب في لوردونونس اموكسيلين 1 غرام كيما مكتوب في لوردونونس ولا غلط. La dose aussi 1 gramme qui m'a marqué pour l'ordonnance ou les 500 mg, ainsi que une chauffe la voie. Une chauffe la voie, est-ce qu'il y a intraveineuse, intramusculaire, la date de péremption, donc on a un vérifiera l'ordonnance ou le médicament. Ensuite, rahin, nous préparons le chariot interne. Le chariot interne, c'est-à-dire, rahin, on prépare l'haricot. Le plateau, l'alcool, un antiseptique, des cotons, le médicament, une seringue, l'injection, un peu de sparadrap ou un peu de compresse. Nous avons un peu de sparadrap, parce que parfois le malade, après l'injection, ça saigne. Il y a une chouette d'âme, au moins on a un peu de coton, on a de coton sec, on a un peu de sparadrap, et puis c'est le petit saignement. Avec maintenant, nous avons un peu de coton, on a un peu de coton, on a un peu de coton. Aول حاجة رايحين نقولوا بسم الله الرحمن الرحيم. كي نجيو نخدموا المريض ديما نقولوا بسم الله الرحمن الرحيم. يدينا لازم يكون تكون لافي افيك دو لو دو سافون، لازم يكون عندنا هنا لي جيل هيدرو الكوليك، عندنا لا فريكسيون دي مان. دروك اون فا بريباري لانجيكسيون لو ميديكامون تاعنا، هذا لو بودر فيناه، وهذا دو لو، لو سي دو مليليتر دو سي سي، ستادير رايحين نعدو زوج وحايد كيما كانت عماء ونص. اون فوا بريباري مانتونون افيك لومبو هذا دو لومبول، رايحين باش ناخذ الكوفيرت تاعها فوالا، حليناها، هذا نعدو في لاريكو. رايحين نعدو ان انتيسيبتيك هنا فوالا، antiseptique c'est de l'alcool chirurgical. راحين نمسحو هذه البوشون تاعها بالانتيسيبتيك، ainsi que هذوما اللي كاين هنا سي لا ميم شوز. فوالا فوالا. maintenant واش عندنا؟ عندنا السيرينغ وعندنا تروكار. تروكار هذا نتاع سيرينغ، مثلا استعملنا السيرينغ وخلينا ليغوي ما نطيشوش ليغوي، هاو لي بروبر. ولا كيما قلنا لا ديرنيير فوا كي نستعملوا لي تيبوليو لي بيرفيزور، نصحفظو بليزيغوي تاعهم، ما نطيشهمش، نخلوهم في لومبالاج تاعهم ستيريل وما نمسوهمش بيدينا، باش نعدوهم سو فورم دو تروكار. تروكار يعني باش نخلطو به من الماء هذا والبودر. فوالا لهنا عندنا، هاو عندنا ليغوي هذه، راح نستعملوها كوم ان تروكار. هذه السورين قرينا لادات، لادات نتاعها ملاحة، لادات دو كونسيون يعني ماهيش
8 litres. Voilà. بالنسبة لي زومبول هادو هما دي سيرفون، بالنسبة لي ستاجير دي بريفيرونس يكسروهم كيما هكا باش ما يجرحوش ليهم ايديهم من، باسكو جينيرالمون جي روماركي بلي يجرحوهم من. دونك علاش يجرحوهم؟ باسكو ما يهبطوش الماء. ها فوالا نهبطو شوية ما هنا، او كاين يبقى الماء الفوق، الماء هذا نورمال نهبطوه، فوالا نهبطو الماء هذا هو ولي توكوس اوتو كاسابل، يعني تكسر وحدها يدنا هكا. فوالا تكنيك. ها هذا واللي عنده اشكاليه ومازال بادي جديد يهبط السولفون هذا للفوق، وافيك دو ان بو دو كومبريس ولا دو كوتون يحكمو. فوالا فوالا طيب، فوالا باش ما يجرحش صباعو. فوالا maintenant j'ai assuré بلي l'aiguille راكبة مليح في السرنج كابيشون هاي لعبة هنا. هادي لو سيرفون، هاو الحكمة تاع السيرفون تاع لومبول دو سيرفون، حكمة بدو دوا هذا هنا وهذا. فوالا شوفو شوفو الطريقة نتاعي كيفاش كيفاش نجبد في لو بي تي سي دي. هذا فوالا فوالا هنا كملت، خرج شوية لير. فوالا لو سولفون اوسي، هاو الحكمة، هادي دوزيام نقول. فوالا دوزيام نقول، فوالا دونك تحصلت على 4 سيسي. نزيدو ان سيسي. فوالا سي ماذا بينا ليكوي هاذيا لي بيزو هذا يكون لتحت مش في الهواء الفوق باش ما يجبدش لينا الهواء. هذا هكا 5 سيسي. هذا درك لو بودر هذا رايحين نخلطوه بالكميان تاع السيرومين. هذا كي يحبوا نفرجوا السيرينغ يفرجوها في الباريكو. فوالا فوالا حاول ننجفتي الماء في البودر هذا باش نخلط في البودر نتاع الاموكسيلين. فوالا درك راح نخلط بلا ميثود هذي. فوالا هاذي قاعد نخلط في البودر تاع لاموكسيلين سيرين او حكمة بلاصتها خاطية. لو بودر نشوفو هنا بلي مازال رايح، نستعمل شوية السيرين نجبد الماء ونجيكتي في لابريود هاذي. فوالا نجيكتي فوالا تضرب نسيب السيرينغ راح تعرف توحدها السيرينغ ولا قاعدة تعرف توحدها باسكو ديجا لها ليه حاولتي فاتية قاعدة تعرف توحدها صغيرة الدواء عاودة نعاود شوية. فوالا الكمية نتاع لاموكسيدين هنا لونفول تاعها هذا نترجي شوية. فوالا فرجيت ليغوي تل ميتين فرمون. فوالا نعمل هكا ليغوي هادي لي خلطت بيها نحطها دو كوتي ورايح نهز ليغوي هادي تاع سيرين الجديدة هاديكا هادي رايح ندورها. فوالا باش تحكم ليه ندورها هضرت وسي نبرجيها. فوالا برجيتها خرجت منها الهواء
والان نقدر نعدل الحقنه نتاعي نورمال. كيفاش نعدل الحقنه نتاعي؟ اول حاجه راح نكسبليكي للمريض ونفهم المريض ونعدل الانجكسيون اليز، وراح نكون معاه اون كونتاكت، نضرب له الانجكسيون نتاعو اون كونتاكت، نهضر مع المريض ونفهمه وكذا، نفهمه في واش قاعد نعدلو في الانجكسيون حتى تكمل الانجكسيون. كي تكمل الانجكسيون نعدلو لو كوتون ونقولو صح عليك وعلى بروشان ان شاء الله. نتمنى بطبيعة الحال هذه الحقنة مش نعدلها درك للمريض راهو عندي هنا، واحترام للمريض راني مانيش باش نصور الحقنة كيفاش باش نعدلها للمريض بوصفة طبية. أن ينال إعجابكم هذا الدرس، لا تنسونا بجيم كومنتير واشتراكاتكم وملاحظاتكم واقتراحاتكم، ونشكر الأشخاص الذين يدعموننا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.